ما بين السحر والشعوذة والدجل وبين ألعاب الخفة واللي هم سح انك تسحر العيون. الله لا حلوين هذا بحبهم. هذول اللي ما تقولش عليهم حاجة يا شيخ. ده إيه رأيك يعني؟ نعم هناك فرق هناك فرق شاسع. لأن هذا علم بيتدرب عليه هؤلاء والألعاب البهلوانية نوع من أنواع الألعاب يتدرب عليها الأفراد. لكن السحر والشعوذة له تأثيره، هذا لا تأثير له إطلاقا. لكن السحر والشعوذة لا تأثير لا شك أن هذه موهبة مختلف تماما عنها. نعم اختلف. طب إيه رأيك أنا عندي لك مفاجأة في الاستوديو. ها؟ خير مفاجأة. نطفي النور نشوف. لا يا مرحبا وسهلا فيكم. بس نبغى ناكد اليوم الاشياء اللي بنسويه العاب خفه ما في اي ارتباط اي تعامل بالسحر او ان نرتبط بجن او شيطان والى اخره. اللي بطلبه منكم استاذه هدى استاذه اميره. نعم تنشون من مكانكم استاذه هدى تجيبون الكراسي. يا فضيله الشيخ اي حاجه انت بتدي بالقراءات على طول. انت معانا انت معانا. تفضل بالجلوس. اصبع حبيبي اعطي ظهري لهم. يعني اقسم معي استاذه هدى. نعم استاذه اميره انا ما بحرق اللابستنة ولكن انت بعيد عني الاستاذه وانت بعيد عني خلينا نجرب شيء. حسيت بشيء؟ ايه حسيت كهرباء. كهرباء الله يسلمك يا مرحبا الله يسلمك. تردون مكانكم؟ تردون مكانك استاذ هدى؟ تردون مكانك. ليش تسمحون شوي يعني؟ سموحه ترى. طيب كان سوى العكس؟ ايه مثلا. لا بس انا ما اخاف. ابيك تفكرين برقمك المفضل. رقمك المفضل بس ببالك تخبريني بس ببالك. رقمك المفضل في بالك. أنا قاعد أحاول إحنا مو متفقين على شيء رقم 8 رقم 7 رقم 7 أكديلي رقم 7 أوكي زين أستاذ أميرة أستاذ أميرة أبيش تفكرين في دولة زرتيها مرة وحابة تزوريها مرة ثانية إحنا مو متفقين على شيء بس ببالك ركزي وياي بس ببالك دولة زرتيها وحابة تزوريها مرة ثانية قاعد تجيني في حرف الألف واللام أكثر الكلمات فيها ألف واللام في حرف الياء في حرف الياء أيوة في حرف الياء أوكي ألف لام ياء المالديف دولة زرتيها إيه نعم شكرا ما قصرتي يا مرحبا بك بس سامي الصندوق هذا بثواني لو أن الشباب يساعدونا ناخذ الأغراض عنه أظنت الشمعة هي السبب الشمعة في كل الأشياء السبب بنحطها بعيد على أساس بنستعمل الطاولة في ثواني أستاذة أميرة عندك الطاولة هني؟ إيه وعندي بوكس موجود أبيك تأكدي لي لو ما على جمارة إيه إن البوكس ما في شيء؟ لا فاضي فاضي؟ ما في شيء فاضي هذا هدى وهي عبد العزيز إيه. تمام؟ لو الكاميرا بتاخذ من داخل كان تبون؟ الكاميرا صندوق فاضي ما في شيء انا بكون حاط الصندوق لي إيه؟ بنرجع له بثواني اوكي انا بحط تخمين في الصندوق بثواني بكتب شيء وبحاول اخمن اكسي هي. اوكي اللي بيجي تسوينا مع جمال الاستاذه اميره نعم تاخذين الورقه هاي تحطينها في الصندوق وتسكرين الصندوق فاضي وتقفلينه. حطيته سكرنا الصندوق. زين وتقفلينه. اوكي. الصندوق كان فاضي مثل ما كشفت تستريحين. زين الكاميرا تكون علينا بثواني. عندي مجموعة بطايق
بطاقات مكتوب عليها أسامي لحيوانات مختلفة، براوي الكل يشوفونه والكاميرا تكون هم علينا. في أسامي لمجموعة حيوانات لو الكاميرا علينا والكل يشوفون، في بير بالإنجليزي الكلمات بير، في هورس، في لاين، في سبايدر، في دولفين، في دوغ، في كات، في باترفلاي، كامل، بي، رابت، رات، وولف، وإلى آخره. أسامي الحيوانات مختلفة. بيشتك بضينا في ديش الكروت لو ما على شمار أنت قسمين هم قسمين. حلو، من غير ما أشوف الفيس قسمين في إيدين. حلو، اللي ما تبينه أي مجموعة ما تبينه فريها ورا ظهرك. أوسخ الاستديو مو مشكلة بنجمعهم. أوكي، عندك مجموعة ثانية قسميهم مرة ثانية قسمين. أوكي حلو، قسمين إيدين اللي ما تبينه ورا ظهرك. تمام، أخذ الباجي منك. أنت تتم باليمين ولا اليسار؟ زين، أبيك تحطين صبعك على واحدة من الكروت، صبعك من غير ما تشلينه هالكرت، هالكرت أنت اخترتيه. نعم، تكتبين باليمين ولا باليسار؟ لا باليمين. باليمين، زين، تحطين إيدك شي، تحطين الكرت على الإيد، وما نبغى الكروت الثانية. الكرت في إيدها من 30 ل 40 اسم لحيوان مختلف. أستاذة أميرة، لأول مرة أبيك تشوفين اللي مكتوب عليه وتراونه للكاميرا. رات، رات يعني؟ فار، فار، فارة صح؟ فارة مؤنث. إنزين، إحنا خمنت شيء من دقائق. إيه. أنت خذيت الورقة. إيه. صندوق فاضي. صحيح. أنت شفت الصندوق. إيه. كلكم شفتوا، الكاميرا شافت. أنت شليتي حطيت الورقة داخل. إيه. وسكرت الصندوق. صح. أبيش تفتحين الصندوق وتطلعين الورقة وشوفين لو إني أنا مخمن صح. نفس هذا التخمين. على فكرة أنا مرعوبة عشان بس تعرف إن أنا كثير أوريهم؟ إيه تعمل جميلة حرام كاميرا بارا لكم يطلع ليش أسد مشكور وما قصرتي استاذة أميرة، شكرا وما قصرتي. يا مرحباكم، هذا كان وقتي، شكرا. يعطيك العافية. هاي استاذة أميرة تاخذ البيت لو ما لا 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 لا. يا مرحباكم، هذا كان وقتي. شكرا لك مع شكرا. يعطيك العافية. تعال خذ البعض، خذ البعض. حرام طلعت لا طلعت فيها لا انا اعرف انك شجاعة بس انا اقول عن نفسي جبانة اخاف. فاصل مشاهدينا بعد هالرعب ونرجع مرة ثانية. أكيد الأستاذ معن بعد الفارة والشول العظيم اللي ورانا إياه. شيخنا كيف لقيت هذا الاستعراض أو العرض اللي سوانا إياه معن؟ إحنا ما نقدر لا 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 يعني رياكشن يعني رياكشن الشيخ باين إنه تسلى بس إيه تسلى وانبسط. لا 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 عندي يقين عندي يقين إنه إنها تسلية يعني ما في شيء حاضر بمثل في شيء لا لا ما انت الحين قاعد في حاجات بتطير ولا في مثل سبق لا ما تخافيش تقول انا شجاعه انا شجاعه بس عادي ما يطلع لي واحد في وجهي لا ما يطلعش واحد ان شاء الله الدرجه دي يعني هذا بالصوره معين البستك وبس يعني ركبني اكثر من كده معك. انا سعيده جدا اني تعرفت على الفنان الحلو معين البستكي. اتمنى لك كل التوفيق حبيبي. انا هدى الخطيب معك معين البستكي وبس.